بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة، نعرض أسئلتكم على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في هذه الليلة، ليلة 23 من شهر رجب من سنة 1323. هذا السائل يا صاحب الفضيلة يقول: القبوريون في هذا العصر مع توفر وسائل العلم هل يعذرون بجهلهم؟ ونأمل من فضيلتكم التفصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله أصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في دينك، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. أما بعد، المراد بالقبوريين الذين يستغيثون بالأموات ويدعون الأموات ويذبحون لهم تقربا إليهم رجاء شفاعتهم عند الله، لأنهم يقولون: هؤلاء عباد صالحون وأولياء لله، ونحن مذنبون ومحتاجون، فهم يشفعون لنا عند الله. هذا هو الأصل، أنهم جعلوهم وسائل ووسائط بينهم وبين الله، لأنهم بزعمهم لا تصل دعواتهم إلى الله، أو أن الله ساخط عليهم، فهم يحتاجون إلى من يوصل دعاءهم إلى الله ويتوسط لهم عند الله. كما أن الملوك في الدنيا لا يصل الإنسان إليهم إلا بأن يتوسل لأقربائهم والمقربين لديهم ليؤثروا على الملوك ويبلغوهم حوائج الرعية. فهم قاسوا الله جل وعلا على خلقه، قالوا: كما أن الملوك في الدنيا لا يتوصل إليهم إلا بواسطة الشفعاء من المقربين لديهم ووزرائهم، فكذلك الله لا يتوصل إليه إلا بواسطة الصالحين. ثم لم يقف الأمر عند هذا، عن هذا كذب على الله جل وعلا. الله منزه عن أن يقاس بالمخلوقين، وهو قريب مجيب، يجيب من دعاه ويسمع من ناداه، ولا يحتاج إلى أن أحد توسط عنده في قضاء حوائج عباده، لأنه يعلم أحواله ولا يخفى عليه شيء منه، وإذا دعوه سمع دعاءهم وأجابهم وأعطاهم ما يريدون، خلاف ملوك الدنيا فإنهم أولا لا يعلمون بحوائج الناس، وثانيا لا يريدون قضاء حوائج الناس، لأنهم يتبرمون من كثرة السائلين وكثرة الملحين،
فهم بحاجة إلى من يؤثر عليهم، أما الله جل وعلا أليس كذلك؟ هذا من أعظم الكذب على الله عز وجل. لكن مع قبح هذا لم يقتصر الأمر على هذا، فعبدوا هؤلاء الوسائط وذبحوا لهم ونذروا لهم واستغاثوا بهم وهتفوا بهم بالشدائد ونسوا الله سبحانه وتعالى، فليس لله عندهم ذكر، وإنما دعاؤهم وتضرعهم واستغاثتهم وذبحهم ونذرهم كله للأولياء. تطور بهم الأمر، وهذا ما يريده الشيطان من بني آدم، أنه لا يقتصر على حد وإنما يتجاوز بهم إلى ما هو أقبح، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فهم جمعوا بين جريمتين، جريمة قياس الله على خلقه وأنه لا بد لديه من واسطة تؤثر عليه في قضاء حوائج عباده، والجريمة الثانية أشد، وهي أنهم يذبحون للمخلوقين وينذرون لهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، كما قال الله تعالى في المشركين الأولين: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال تعالى: والذين اتخذوا من دون الله، قال تعالى: ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. سماهم الله كذبة لأن الله لم يشرع لهم هذا، هم كذبوا على الله، وسماهم كفارا لأنهم عبدوا غيره وأشركوا معه غيره. هذا هو فعل القبوريين الآن تماما على سنة مشركي العرب، سواء بسواء. وهذا السائل يقول: هل يعذرون بالجهل؟ نقول: ما بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم جهل، زالت الجاهلية ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، والقرآن الآن يتلى ويبلغ المشارق والمغارب، وفيه التحذير من الشرك ودعاء غير الله واتخاذ الأولياء والشفعاء والوسطاء عنده سبحانه وتعالى في كثير من الآيات، وهم يقرؤون هذا ويسمعونه، ولكنهم أبوا إلا أن يبقوا على ما وجدوا عليه آباءهم، ولا يريدون الامتثال للقرآن، ويقولون: نحن ما نفهم القرآن، القرآن ما نفهمه. هنا أحد يجهل معنى قوله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا؟ هنا أحد يجهل، العامي والمتعلم ما أحد يجهل هذا، واضح، هذا شيء واضح من القرآن للعام وللعالم وللمتعلم. فالقرآن صريح وواضح في النهي عن الشرك، وهذه المسألة بالذات القرآن حذر منها، اتخاذ الوسائط والشفعاء والذبح لهم والنذر لهم والاستغاثة بهم، القرآن واضح في هذا وكل يفهم هذا، ما يحتاج إلى أنه يتعلم حتى يفهم معنى هذه الآية، بل هي واضحة. العامي اللي ما تعلم ولا درس في المدارس ولا، إذا سمع هذه الآية فهم، لأن الله أراد أن يكون القرآن حجة على عباده، كل من سمع فإنه يستفيد منه بقدر ما أعطاه الله من الفهم. فهم ليسوا جهالا،
وإنما هم معاندون ويقولون أنتم تبغضون الأولياء. إذا قيل لهم هذا شرك بالله عز وجل ولا يجوز تقرب إلى غير الله، قالوا أنتم تبغضون الأولياء، أنتم خوارج، أنتم هذا دين الوهابية إلى آخر ما يقولون. إذا بلغوا دين النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا دين الوهابية عنادا وتكبرا. هؤلاء ليسوا جهالا، فقد بين لهم مع وضوح القرآن ونصاعة حجته، فقد بين لهم ونصحوا وينصحون ليلا ونهارا في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. هذه حكمة من الله لأجل تبلغ الحجة على العباد، أوجد هذه الوسائل لإقامة الحجة. لما إن العلماء تعاجزوا وتكاسلوا عن الدعوة إلى الله، والجهاد الآن تعطل، جهاد في سبيل الله، والدعوة تقلصت، أوجد الله هذه الوسائل التي تبلغ المشارق والمغارب، تدخل البيوت وتصاحب الإنسان في أي مكان كان، يفتح هذا المذياع ويسمع هذه البرامج الدينية الليل نهار. كيف يقال إنهم يعذرون بالجهل؟ الذي يقول هذا الكلام هذا هو الجاهل في الحقيقة، لأنه لا يعرف الجهل ولا يعرف العلم، لا يعذرون بالجهل. قد بلغهم القرآن، بلغتهم السنة، بلغهم كلام أهل العلم، ولم يغيروا من واقعهم شيئا. هذا دليل على عنادهم، وقامت عليهم الحجة وانقطعت معذرتهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم تشقير أي صبغ الحواجب؟ لا يجوز العبث بالحواجب، لا يجوز للمرأة أن تعبث بحواجبها، لا بنمص ولا بتشقير ولا بأي نوع من العبث، بل تترك حواجبها على خلقتها وهي جميلة بخلقتها، فلا تتدخل فيها بشيء. والتشقير عبث بالحواجب، وقد صدرت فيه فتوى من اللجنة الدائمة بتحريمه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يكثر عند العوام قول يا حيل الله، أما صحة هذه العبارة؟ تساهل في التعبير. يا حيل الله هذا دعاء، والصفة ما تدعى، الذي يدعى هو الله عز وجل ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته، أما الصفة إنها لا تدعى، وإنما يدعى الله جل وعلا، فيجب ترك هذه العبارة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا كان شخص معتادا على صلاة النوافل، فهل إذا فاتته شيء منها أن يقضيها؟ النوافل لا تقضى إلا ما ورد الدليل، ما ورد الدليل بقضائه. ورد الدليل بقضاء الوتر إذا فات من الليل، وورد الدليل بقضاء الراتبة التي قبل الفريضة أنها تقضى بعدها، مثلا راتبة الفجر إذا جئت والصلاة تقام أو الناس يصلون صل معهم، فإذا فرغت من الصلاة فإنك تؤدي الراتبة بعدها أو تؤجلها إلى بعد ارتفاع الشمس. هذا ورد به الدليل إن راتبة الفجر تقضى، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم راتبة الظهر القبلية
لما انشغل عنها قضاها صلى الله عليه وسلم. فلا يقضى من النوافل إلا ما ورد به الدليل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما هي السنة في التأمين في الصلاة الجهرية؟ هل تكون مع الإمام أم بعد انتهائه من التأمين؟ لا، يؤمن مع الإمام. إذا قال ولا الضالين يرفع الجميع أصواتهم، الإمام والمأمومون يرفعون أصواتهم بعد قول آمين مباشرة، لأن معناه اللهم استجب. ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له كما في الحديث، لأن الفاتحة دعاء، كلها دعاء، دعاء عبادة في أولها ودعاء مسألة في آخرها، فيقولون آمين أي اللهم استجب هذا الدعاء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه سائلة تقول: أنا امرأة وزوجي شحيح أي بخيل جدا، ولذلك أخذت منه 500 ريال دون علم، ثم اكتشف فقدانها فسألني فأنكرت ذلك بسبب خوفي منه ومن أن يطلقني، وقد حلفت له على المصحف، فهل يجوز ذلك وماذا توجهونني؟ لا يجوز أن تأخذ من مال الزوج إلا بإذنه، إلا في مسألة واحدة، إذا قصر عليها في النفقة الواجبة، قصر عليها في النفقة الواجبة أو على أولادها، وطلبت منه ولم يكمل النفقة، فإذا ظفرت بشيء من ماله تأخذ قدر ما يكمل النفقة. لأن هندا رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. فقال لها صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك، فلا تجوز الزيادة على الكفاية، وبالمعروف يعني بالمعتاد عند الناس، لأن النفقات تختلف، الفقير له نفقة والغني له نفقة والمتوسط له نفقة، فيؤخذ بالمعروف كل بحسب، وإلا فالأصل أن مال الزوج حرام، ولا يجوز للمرأة أن تأخذ منه إلا في هذه الحالة فقط. نعم. وأما أنها حلفت إن ما أخذت، هذا كذب، هذا كذب، ولا يجوز لها أن تحلف، عليها الاستغفار والتوبة إلى الله، ولا تعود لمثل هذا. هذا من اليمين الغموس التي ليس فيها كفارة، وإنما فيها الاستغفار والتوبة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما صحة حديث البسملة الذي فيما معناه أي شيء لم يبدأ به ببسم الله فهو أبتر؟ حديث يقولون ضعيف في سنده، يقولون ضعيف في سنده، لكن إذا نظرنا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وجدناه يبدأ ببسم الله، وجدناه يبدأ ببسم الله في خطبه، يسمي سرا ما يرفع صوته بالبسملة، وفي أحاديثه إذا تكلم يبدأ ببسم الله، ونجد أن بسم الله أول آية في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، وأول كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم ما عدا براءة. ووجدنا أن سليمان عليه السلام لما كتب إلى ملكة سبأ كتب بسم الله الرحمن الرحيم، قرأته على رعيتها قالت: إنه ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فالسنة تقديم بسم الله الرحمن الرحيم في الكلام وفي الكتابة، وهذا يؤيد الحديث وإن كان ضعيفا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ركب معي شخص في سيارتي
ومعه كيس فيه ملابس، ثم نزل الشخص من السيارة وترك هذا الكيس معي وأنا لا أعرفه، وبقي فترة من الزمن فلم أجد صاحب هذا الكيس، ثم تصدقت به إلى الجمعية الخيرية. السؤال: هل فعلي هذا صحيح؟ أفيدوني مأجورين. نعم، ما دام أنك ما دام أنه نسي معك وأنت ما تعرفه وبحثت عنه سألت عنه ولم تجده، فتصدق به على نية أن الأجر لصاحبه، على نية أن الأجر لصاحبه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا عندي ذهب لأمي، وقالت وهي بعافيتها قبل وفاتها: الذهب الذي عندك إذا مت فإنه لك. وقالت لأختي نفس الكلام، وأختي عندها ذهب آخر لأمي ثم ماتت، فما هو الحكم في هذا الذهب؟ حكم أن الذهب غيره مما تركته للورثة، يكون للورثة على كتاب الله عز وجل، إلا إذا سمحوا لك بذلك فلا بأس، أما إذا لم يسمحوا فالمال للورثة تقتسمونه على كتاب الله عز وجل حسب المواريث. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. على سائم يقول: ما حكم شراء سلعة مرفق معها هدية، حيث إن سعرها لا يختلف عن سعرها في السوق؟ والله هذه من الأمور التي حدثت، هذه المسابقات التجارية وهذه الهدايا والحوافز يقصدون بها الترويج لبضائعهم وجلب الزبائن، فإذا كنت اشتريتها بقصد هذا فلا يجوز لك أخذها. أما إذا اشتريتها تريد السلعة ولا تريد الهدية، وإنما وجدت الهدية بعد ما اشتريتها، فهي لك أو تصدق بها. أما إذا كنت تشتريها علشان تأخذ هذه الجائزة أو علشان يظهر اسمك في المسابقة والسحب، هذا حرام لا يجوز، وهو من أكل المال بالباطل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم الصلاة خلف إمام ألتغ بحيث يجعل الراء غينا؟ لا تكره الصلاة خلفه إلا بمثله، أما السليم فلا يصلي خلفه لأنه يبدل الحرف بغيره، فتصح صلاته لنفسه ويصح أن يصلي خلفه من هو مثله، أما السليم فلا يصلي خلفه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول الله تعالى: فقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، هل المراد بالجنة جنة الدنيا أم الآخرة؟ الظاهر أنها جنة الآخرة التي في السماء، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، وقال ادخل الجنة، اسكن أنت وزوجك الجنة وأل العهد، المراد بها الجنة المعروفة، هذا هو الظاهر. وعلى كل حال نحن لو كان هذا فيه مصلحة لنا تعيين الجنة لبينه الله سبحانه وتعالى، لبينه الله لنا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: قال أحد الأساتذة لنا في الجامعة إن ابن حجر العسقلاني رحمه الله نص على أن أبا سفيان كان من المنافقين وجميع من أسلم يوم الفتح كذلك، هل هذا صحيح؟ وكيف نتعامل مع من يسب الصحابة رضي الله عنه؟ الذي يسب الصحابة هذا شيعي رافض خبيث، فلا يجوز السكوت عنه، ويجب أن تبلغ عنه المسؤولين في الجامعة ليبعدوه عن التدريس. وما أظن ابن حجر رحمه الله سيقول هذا الكلام، طالبوه بالنص، قلوا هات لنا النص اللي قاله ابن حجر، وما أظن قال هذا، وإنما هذا من الكذب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة.
وهذا سائل يقول: الطفل في سن السابعة يسن تدريبه على الصلاة، السؤال هل يضرب في هذه؟ يقول أحسن الله إليك: الطفل في سن السابعة يسن تدريبه على الصلاة، هل يضرب في هذه السن؟ وهل يحرم من الأشياء التي يحبها أم لا؟ الضرب لا، ما يضرب لسبع، إنما يضرب إذا بلغ العشر، هذا في نص الحديث: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها العشر، فيكون الضرب بالسن العاشرة للتأديب والعقوبة، أما قبل العاشرة فيكتفى بالأمر، يكتفى بالأمر، وإذا خالف فإنه يوبخ بالكلام، يوبخ بالكلام أو يمنع شيء من مما يعطى، علشان يمنع شيء مما يعطى من الجوائز أو من التشجيع، يمنع حتى أنه يستقيم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: من توفيت أمه ويريد أن يتصدق لها، فهل أفضل الصدقة في الماء أم غير ذلك؟ كله طيب، الماء ما يحتاجه المسلمون من الماء أو من الطعام أو من الكسوة، أو كله طيب إن شاء الله، والماء له فضيلة لحاجة الناس إليه، لأن كل يحتاجه، يحتاجه الآدميين والدواب والطيور، كل يحتاجه، والأغنياء والفقراء، فالماء لا شك أنه له مزية وله فضيلة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: إذا عطس المسلم في الصلاة فهل يحمد الله في نفسه أم يتلفظ بهذا الحمد؟ نعم، يتلفظ لكن ما يرفع صوته، يتلفظ تلفظا يسمع به نفسه فقط، لأنه لا يكون حمدا إلا إذا تكلم به وتلفظ به. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: إذا دخلت المسجد ووجدت شخصا يصلي منفردا، ولأن الحمد من أذكار الصلاة، الحمد من الأذكار التي تقال في الصلاة. نعم. عفى الله عنكم، هذا السائل يقول: إذا دخلت المسجد ووجدت شخصا يصلي منفردا صلاة فريضة وأنا لم أصلي، فهل يجوز لي أن أدخل معه بنية الجماعة؟ نعم، هذا طيب، إذا وجدت واحد يصلي الفريضة وأنسى، أو حتى نافلة، إذا وجدت واحد يصلي وأنت فاتتك صلاة الجماعة ادخل معه، أحسن من أنك تصلي وحدك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: الملائكة هل تعلم ما ينويه الإنسان من الفعل؟ الله، هذا لا أدري عنه، الملائكة يكتبون ما يتلفظ، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يكتبون أعمال الإنسان، يكتبون أقواله، أما ما في قلبه فلا أدري هل يعلمونه أو لا يعلمونه، الله أعلم، لكن الأصل أن الغيب لا يعلمه إلا الله، إلا إذا كان الله أطلعه على ذلك فالله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: ما هو القول الصحيح في من دخل بصلاة النافلة ثم أقيمت الصلاة المفروضة؟ صحيح أنه يقطع النافلة، صحيح أنه يقطع النافلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لكن بعض العلماء يقول: إذا كان في آخرها، آخر النافلة، يكملها، أما إذا كان في أولها إنه يقطعها ولا يستمر فيها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما حكم استعمال هاتف العمل في المكالمات الخاصة، وأيضا استعمال الكهرباء في الحاجات الخاصة؟ يعني في الدوائر، إذا كان الاستعمال كثيرا ويكلف مالا فإنه لا يجوز، أما إذا كان يسيرا ولمسألة ضرورية، تكلم أهلك أو تكلم أحدا لتطلب منه شيئا وهو لا يكلف مالا،
أو مالا يسيرا، الشيء اليسير يتسامح فيه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رجل مسافر دخلت عليه وقت صلاة المغرب رجل مسافر دخل عليه وقت صلاة المغرب قبل أن يصل إلى بلده بقليل، فصلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم وصل إلى بلده قبل دخول وقت العشاء، فهل يصلي العشاء إذا دخل وقتها أم لا؟ المسافر إذا دخل عليه وقت الصلاة الأولى وهو في الطريق ما لم يدخل البلد، فإن الأفضل له أن يصلي الصلاة الحاضرة ويؤجل الصلاة الثانية إلى أن يصل إلى البلد ويصليها مع الجماعة، هذا هو الأفضل. ولو أنه استعمل الرخصة وجمع تقديم جاز له ذلك، لأنه مسافر لا يزال مسافرا، والمسافر يقصر الصلاة، وإذا جمع فلا يعيد الصلاة مرة ثانية، إذا وصل إلى البلد يكتفي بالصلاة التي جمعها مع الأولى، لأن لا تصلى الصلاة مرتين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: الشيعة الاثني عشرية أو الاثني عشرية أو الرافضة، هل نطلق عليهم الكفر أم نقول إنهم أعداء لله ورسوله؟ هم لم يكتفوا بالتشيع فقط، بل صاروا يدعون غير الله عز وجل، صاروا يدعون الأئمة والأولياء أولياءهم ويتقربون إليهم ويذبحون لهم، وهذا شرك أكبر. فمن يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو يستغيث بغير الله فهو مشرك من الشيعة أو غيرها، خارج من الملة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رجل اشترى عن طريق مكتب العقار أرضا ودفع العربون لصاحب المكتب وأثناء كتاب يقول عفى الله عنك رجل اشترى عن طريق مكتب العقار أرضا ودفع العربون لصاحب المكتب وأثناء كتابة عقد البيع قال أحد الجلوس بالمكتب: لك مكسب بالمتر 50 ريالا واترك هذه الأرض لي. السؤال: ما الحكم في بيع المشتري الأول؟ لا يجوز بيعها حتى يقبضها، حتى يستلمها. إذا اشترى أرضا أو بيتا أو بستانا فلا يجوز له بيعه حتى يقبضه، بأن يذهب إليه ويعرف حدوده ويعرف مكانه ثم يبيعه بعد القبض والاستلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا شاب أعاني من مشكلة أتعبتني كثيرا، ألا وهي أنني أخجل كثيرا من حضور المحاضرات والدروس وكذلك الدخول إلى المسجد وبعض التجمعات، وأطلب منكم الحل لهذه المشكلة. هذا مرض نفسي، ولكن عليك بأمرين: الأمر الأول العزم والدخول في المسجد والحضور المحاضرات، ولا تستكين لهذا الوسواس، لأنك إذا استكنت له زاد عليك، فحاربه واحضر المسجد، أحضر الدروس، وقد تجد مشقة في أول الأمر ثم مع التكرار يذهب هذا بإذن الله. الأمر الثاني عليك بذكر الله والإكثار من الدعاء والورد، فإن ذكر الله حصن للمسلم من الشيطان، فأكثر من ذكر الله ومن الدعاء والورد في الصباح والمساء، وسيذهب الله عنك ما تجد إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. ويقول في سؤاله الثاني: ما حكم من يقرأ بعض الكتب الإلحادية أو التي تكون داعية للإلحاد لمجرد الاقتلاع فقط؟ لا يجوز إلا للعلماء، لا يجوز قراءة الكتب المنحرفة والضالة إلا للعلماء، من أجل أن يعرفوا ما فيها فيردوا عليها أو يحذروا منها. أما طالب العلم والمبتدئ والعامي فلا يجوز له يقرأ بهذه الكتب لئلا تؤثر عليه أو يعتقد ما فيها، يجب الحذر منها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: هل يلعن الكافر المعين من أهل الكتاب؟ وما هو الراجح في هذه المسألة؟ وفي أي الكتب أجد بحث وبسط هذه المسألة؟ قضية لعن المعين هذه موجودة في كتب العقائد، في كتب العقائد، وظن الإمام ابن القيم ذكرها في كتاب الجواب الكافي. والمعين إذا جاء لعنه في القرآن مثل فرعون، مثل أو في السنة، إذا جاء لعن المعين في الكتاب أو السنة فإنه يلعن، أما إذا لم يرد لعنه في الكتاب والسنة فهذا موضع خلاف بين أهل العلم، بعضهم يقول يجوز لعنه وبعضهم يقول لا، لأنه لا يدرى ما يختم له، وهذا هو الصحيح، الصحيح التوقف فيه عدم لعنه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: إذا بدأت في صلاة الوتر ثم أذن الفجر فهل أقطع الصلاة أم أتمها؟ ومتى أقضيها إن قطعتها؟ إذا دخلت فيها فأكملها، إذا دخلت في صلاة الوتر وأذن الفجر أكمل الوتر ولا تقطعه، لأمرين: أولا أن بعض العلماء كالإمام الشافعي يرى أنه يجوز الوتر بعد طلوع الفجر، والأمر الثاني أن أذان المؤذن قد يكون متقدما على الفجر، قد يكون أنه متقدم على الفجر، يعني بعض المؤذنين يبكر في الأذان يتقدم على التوقيت. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: أنا طالب في الجامعة، وحينما تحين الصلاة أجد بعضا من الطلاب الرافضة يصلي كل واحد منهم لوحده وطريقة صلاتهم مختلفة، فما هو واجبي تجاه هؤلاء؟ هل أنكر عليهم أم ماذا أفعل؟ واجبك تركهم وعدم التعرض له، أنت لا تصلي معهم واتركهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ولا يمنعون من الصلاة، ما داموا يصلون خلهم يصلون، إلا إذا أظهروا شيئا، إذا أظهروا شيئا من بدعهم وشركهم يمنعون، أما ما دام ما يظهر منهم شيء وهم يصلون خلهم يصلون، ولكن لا تصلي معهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: أنا رجل موظف وعند أبي أراض للسكن، وأريد أن أشتري منه قطعة أرض لأسكن فيها أنا وأولادي، فهل يجوز لأبي أن يبيع مني هذه الأرض علما بأن له أولادا غيري وهم صغار وليس عندهم مال؟ نعم، يجوز أن تشتري مثل ما يشتري غيرك، تشتري مثل ما يشتري غيرك، ويجوز لأبيك أن يبيع عليك وأن لا يحابيك، وإنما يبيع عليك مثل ما يبيع على غيرك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: ما الفرق بين المتعة والنفقة؟ وهل للمطلقة البائن متعة؟ متعة هي التي تعطى للمطلقة التي طلقت قبل الدخول ولم يفرض لها صداق، إذا طلقت قبل الدخول ولم يفرض لها صداق فإنها تمتع، بمعنى تعطى شيئا من المال، أما إذا كان سمي لها صداق فإنها لها النصف، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. ثم قال جل وعلا: ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. فالمتعة هي للمطلقة قبل الدخول التي لم يسمى لها صداق. نعم. ويسأل أحسن الله إليكم: هل المطلقة البائن متعة؟ إذا كان قبل الدخول نعم، إذا كان قبل الدخول ولم يسمى لها صداق هي باين لها المتعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، أما إذا طلقت بعد الدخول
فلها المهر كاملا، وإن لم يسمى لها مهر فلها مهر المثل لما استحل من فرجه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا دخل رجل على مجموعة كبيرة من الناس، هل يصح أن يقول السلام عليكم ثم يقول والنظر سلام بدلا من المصافحة؟ لا، ما النظر سلام، لا، ما هو بالنظر سلام. يقول السلام عليكم، يكتفي بالكلام أو يصافحهم. نعم، إذا كان إنه مفضي عنهم فالمصافحة أفضل، أما إذا كان ما هو مفضي عنهم فيكفي السلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل إذا جئت ناس وناظرتهم يكفي عن السلام؟ من قال هذا؟ نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من هم أهل الفترة وما حكمهم؟ أهل الفترة هم الذين كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، لأن بين عيسى آخر أنبياء بني إسرائيل وبين محمد صلى الله عليه وسلم فترة طويلة لم يأتي فيها رسول، هؤلاء هم أهل الفترة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذه سائلة تقول: هل يجوز لأخت أن تجلس في مجلس لتعلم القرآن مع رجل أجنبي بدون ساتر بينهما؟ وما هو مقدار السترة بينهما إن وجبت؟ وما هو السلوك الواجب تجاه هذا العمل؟ الخلوة لا تجوز، لا يجوز للمرأة أن تخلو مع رجل ليس من محارمها، لا لتعلم القرآن ولا لغيره، فلا يجوز الخلوة في مكان ولو كان بينهما ستر. إذا كانوا في غرفة فلا نقول تحط ستر بينهم وتزول الخلوة، لا، ما يجوز هذا، لا يجوز. أما إذا كانوا بحضرة ناس وتتلقى القرآن من رجل مع الحجاب الكافي، وليس هناك خلوة وليس هناك سخور ولا كشف للحجاب، فلا بأس. لكن الأولى أن تتعلم من النساء، والنساء المتعلمات اليوم كثير ولله الحمد، ليست بحاجة إلى الرجال، النساء كثير تتعلم منهم. نعم، من النساء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه سائلة من بريطانيا تقول: هناك أخت أعجمية وتريد أن تتعلم العربية، فهل يجوز لها أن تتعلم على يد أخت تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عندنا وهي لا تجد غيرها؟ ما في بأس تتعلم العربية على يد مسلم من المسلمين أو حتى على يد غير مسلم. العربية ما يحتاج أن يشترط لها الإسلام، تأخذ العربية. والإخوان المسلمين الحمد لله هم جماعة، هم من المسلمين، لكن عندهم بعض المخالفات، ولكن هذه لا تؤثر على كونهم من المسلمين ومن أهل السنة والجماعة. المخالفة التي عندهم لا تخرجهم من أهل السنة والجماعة. نعم، فلا ينبغي الغلو في هذه الأمور، نعم، وإخراجهم من أهل السنة والجماعة والعقيدة الصحيحة. عندهم مخالفات لكنها لا تخرجهم من أهل السنة والجماعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: يصدر مجمع الملك فهد بالمدينة مصحفا مسجلا، وتأخذه بعض التفسيرات الإسلامية وتكرر الآية 3 مرات ليكون منهجا دراسيا ثم يكتب. يقول: أحسن الله إليكم، يصدر مجمع الملك فهد بالمدينة مصحفا مسجلا، وتأخذه بعض التسجيلات الإسلامية فتكرر الآية 3 مرات ليكون منهجا دراسيا ثم يكتب على الشريط حقوق النسخ محفوظة. السؤال: هل يجوز لي نسخه وتوزيعه مجانا على الطلاب؟ هذا حسب مجمع، تأخذ رخصة من مجمع الملك فهد، إذا أرخصوا لك في نسخة تنسخه، لازم أنك تأخذ رخصة من الجهة التي أصدرته. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا قلت لشخص يا خبيث أو يا سروق أو يا ظالم وهو ليس كذلك، هل أكون قد حكمت عليه بغير ما أنزل الله؟ وبالتالي هل يكون ذلك شرك أو أنه بهتان ومعصية؟ حكمت على نفسك ما هو عليه. إذا قلت لمسلم يا خبيث أو يا عدو الله أو يا فاسق أو يا كافر وهو ليس كذلك، رجع هذا عليك، رجع إثم هذا عليك، كما جاء في الحديث الصحيح. فليحفظ المسلم لسانه من التكلم بهذا الكلام مع أحد من المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم استعمال أجهزة الدوائر الحكومية وأجهزة المساجد الكهربائية لشحن الجوال وشحن بطارية المسجلات للتسجيل الخاصة بدون أخذ إذن من صاحب الشأن؟ أما تسجيل الدروس وتسجيل القرآن لا بأس بذلك، لأن هذا من نشر العلم، من نشر العلم والاستفادة مما في المسجد من العلم، لا بأس بذلك. وأما استغلاله لحاجة خاصة مثل شحن الجوال فلا ينبغي هذا. إذا كان يستغرق نفقة أو يستغرق صرفية فلا ينبغي هذا، لأن ما في المسجد وقف، فلا تستغله لنفسك. أما الشيء اليسير الذي ليس له قيمة فلا بأس به، قيمته يسيرة ضحلة لا بأس به. أما الاستعمال الكثير الذي يكلف نقودا وصرفية هذا لا يجوز من الأوقاف من المساجد وغيرها ومن الدوائر الحكومية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب والمتكلم خارج المسجد ولما يدخل، هل يعيد الصلاة أم ماذا يفعل؟ ما يعيد الصلاة حتى لو كان في المسجد، لا يعيد الصلاة، وإنما يكون عليه الوعيد، يفقد ثواب الجمعة، فلا جمعة لا يعني يفقد ثواب الجمعة، وليس معناه أنه بطلت صلاته وأنه يعيد الصلاة، لا، لكن معناه أنه يفقد ثواب صلاة الجمعة ويرجع بدون ثواب، كالحمار يحمل أسفاره، الحمار يحمل الكتب ولا يستفيد منها، كذلك هذا حضر ولم يستفيد من حضوره بسبب أنه تكلم والإمام يخطب. فإذا كنت حاضر مع الإمام تريد الصلاة فلا تتكلم لا داخل المسجد ولا خارج المسجد. إذا ضاق المسجد وصلى والناس خارج المسجد في ساحات أو فرش الشارع وصلوا، يأخذون حكم اللي في المسجد ما داموا يستمعون للخطبة، فلا يجوز لهم الكلام، فإن تكلموا فإنهم يخسرون ثواب صلاة الجمعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الحكم في من كان مسافرا وجاء مسجدا في قرية فقدم للإمامة، هل يقصر أم يتم الصلاة؟ ومتى يعلمهم إذا قصر في صلاته؟ إذا كان يسوغ له القصر وقدموه للإمامة فهو بالخيار، إما أن يتم الصلاة وإتمام الصلاة جائز، وإما أن يقصر لكن ينبههم عند قبل تكبيرة الإحرام، قبل تكبيرة الإحرام ينبههم كما نبه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أهل مكة إن قوم سفر فأتموا لأنفسكم، وينبههم قبل تكبيرة الإحرام، فإذا سلم من الركعتين قاموا وأتموا لأنفسكم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: شخص توفي بحادث تصادم سيارتين، الأولى بقيادته والأخرى تحمل ركاب، وتوفي جميع الذين بالحادث. السؤال: كانت نسبة الخطأ على السائق 75%، هل يصام عنه؟ يعني السائق عليه 75% صدم سيارة ومات ركابها وهو متحمل 75% من الحادث، يكون عليه كفارة عن كل واحد، يكون عليه كفارة عن كل واحد، كفارة قتل الخطأ، ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وتكون هذه الكفارات دينا في ذمته،
فإذا وجد من إخوانه المسلمين من يصومون عنه، كل يصوم عنه كفارة، فهذا يؤجرون عليه وتبرأ به ذمة الميت إن شاء الله. إذا وزعت هذه الكفارات على جماعة من المسلمين، كل صام كفارة، هذا ينفع الميت ويبري ذمته ويؤجر الصائم هذا، لأنه من التعاون على البر والتقوى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يسن رفع البصر إلى السماء بعد الفراغ من الوضوء؟ نعم، سنة، هذا سنة، أنه يرفع بصره إلى السماء ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال ذلك بعد الوضوء تفتح له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. وهذا فضل عظيم، والحكمة في ذلك أنه لما تطهر بالماء الطهارة الحسية من الحدث، فإنه يتطهر الطهارة المعنوية من الشرك، وذلك بالشهادتين، فيجمع بين الطهارتين: الطهارة الحسية من الحدث والطهارة المعنوية من الشرك. نعم، فتكمل طهارته. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وفي رفعه بصره إلى السماء إشارة إلى علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، وليس كما يقوله الأشاعرة ونفاة العلو أنه يرفع بصره إلى السماء لأن السماء قبلة الداعي، يقولون كذا، هذا غلط وخطأ، لأن القبلة المسلمين هي الكعبة، وليس قبلة المسلمين هي السماء، وإنما يرفع بصره إلى السماء إشارة إلى العلو، إلى علو الله جل وعلا على خلقه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما صحة الحديث الوارد في صلاة التسابيح؟ صلاة التسابيح غير ثابتة وهي بدعة لأمرين: أولا، لأن السند الذي جاءت به غير صحيح ولا حتى حسن، وإن حاول بعض العلماء تصحيحه أو تحسينه فهو غلط، السند لا يحتج به، هذه ناحية. الناحية الثانية: متن هذا الحديث، فإن فيه صلاة غريبة لا تتفق مع الصلوات المشروعة، لما فيها من كثرة القراءات وتعيين سور وقراءة في الركوع قراءة في السجود، وهذا غير مألوف في الصلاة المشروعة، فهي مخالفة للصلوات التي شرعها الله عز وجل، فلا يجوز التقرب إلى الله بها. ومن أراد أن يتقرب إلى الله فالصلوات المشروعة كثيرة ولله الحمد، عنده صلاة الضحى، عنده صلاة الليل، عنده الرواتب عنده النوافل المطلقة، يصلي ما يتيسر له في غير وقت النهي، في غير أوقات النهي يصلي من ليل أو نهار ما تيسر له. وأما أنه يصلي صلاة مبتدعة فلا أجر له فيها، بل في ذلك الإثم، قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: والدي تزوج من امرأة من خارج هذه البلاد، ولكن للأسف الشديد أنها دائما تزعم أنها مريضة ولا يوجد علاجها إلا في بلادها عند بعض الأطباء، ودائمة السفر لبلادها، ولكن بعد رجوع والدي تغير علينا واكتشفنا أنها تستخدم السحر والشعوذة لأغراض إثارة البغضاء، وصار والدي عندما ننصحه بعدم تمكينها من السفر يخاصمنا ويدعو علينا ويتهمنا بالعقوق، فماذا نعمل وما توجيهكم لنا؟ الله أعلم، هذه دعوة منكم، ولكن إذا كنتم صادقين في هذا فما عليكم إلا مناصحة والدكم، عليكم المناصحة فقط، فإن امتثل النصيحة وتركها فالحمد لله، وإلا ما تملكون أكثر من ذلك، إلا إذا كان عندكم إثبات
أنها ساحرة، عندكم إثبات شهادة شاهدين أو إقرار منها أنها ساحرة، فبإمكانكم أنكم ترفعون الأمر إلى المحكمة وتنظر في هذا وتعمل ما يجب، لأن الساحر لا يجوز إقراره ولا تركه، بل يجب أن يقتل ولا يستتاب إذا ثبت أنها ساحرة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه أسئلة عديدة متعلقة ببطاقة سوى الهاتفية، وأحدها يقول: سمعنا من فضيلتكم أنكم تحرمونها، وما هو وجه التحريم؟ وهل صدر في هذا بيان أو فتوى من اللجنة الدائمة؟ أما الصدور فلم يصدر شيء، وأما أنا أرى أنها لا تجوز، لأنها تحجر على المشتري أنه ما ينتفع بها إلا في فترة محددة، فإذا مضت الفترة فإنها تلغو عليه ويذهب ماله، ما دام انه اشتراها فإنها ملكه يستعملها إلى أن تنفد، ولا يحجر أحد عليه ويقول له ما تستعملها إلا إلى فترة كذا وكذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذه سائلة من خارج البلاد، تقول: ابنتي تبلغ من العمر 14 سنة، وهي تدرس في المنزل وترتدي النقاب، ونعيش في بلاد الغرب، وتقدم لها شاب تكملة، لو باع عليك أحد سلعة وقال شرط أنك ما تستعملها إلا خلال 5 أيام ولا تراها ما تصلح لك ولا تستعملها، لو باع عليك شاة ولا باع عليك ثوب وقال شرط أنك ما تلبس ولا 10 أيام، هل يصح هذا؟ ما يصح. أنت إذا اشتريت الشيء ملكته وتتصرف فيه، ولا أحد يحجر عليك يحدد لك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه سائلة تقول: ابنتي تبلغ من العمر 14 سنة، وهي تدرس في المنزل وترتدي النقاب، ونعيش في بلاد الغرب، فتقدم لها شاب على خلق ودين، ولكن زوجي رفض الفكرة أبدا أو تماما بحجة أنه هنا في بلاد الغرب، وقد يعرضه ذلك للمساءلة القانونية، لأنهم لا يسمحون للزواج إلا عندما يكون الزوجان في 18 أو أكثر، فماذا أفعل يا شيخ وبماذا تنصحونني؟ صحكم بأن تزوجوا البنت في هذا البلد ولا تزوجوها في بلاد الغرب، كأن تزوجها في بلاد الغرب حتى ولو كان مسموحا به ففيه تعريض لها للفتنة وتغير الدين، فاستنقذوها وزوجوها هنا في هذا البلد، إذا جاء لها كفء زوجوها في هذا البلد. نعم. السائلة من خارج هذا البلاد، لكن أبو البنت ما هو من البلاد هذه؟ لا، هذا عن طريق الإنترنت. يزوجونها في بلاد المسلمين إذا كانوا من الجاليات، يزوجونها في بلادهم، بلاد المسلمين التي جاءوا منها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: نحن في ثكنة عسكرية، ونستلم يوما ونسلم يوما، ويوم الجمعة يذهب بعضنا للمسجد والبعض الآخر يصليها ظهرا، علما أننا تحت الطلب في أي وقت لا بد أن نحضر. السؤال: فأي الفريقين قد أصاب، وماذا نفعل فيما مضى من الصلوات؟ الذي يتمكن من صلاة الجمعة يجب عليه الذهاب. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فإذا كانوا يتمكنون من الذهاب إلى صلاة الجمعة يجب عليهم ذلك، ولا يجوز لهم أن يصلوها ظهر. أما إذا كان عملهم يتطلب البقاء ولا يمكن الذهاب للصلاة لأنهم كل لحظة يحتمل أنهم يطلبون لأمور أمنية، هذا عذر، يصلون في مكانهم يصلون ظهر. أما من كان يتمكن فإنه يذهب إلى الجمعة ويصليها مع المسلمين، ولو كانوا مثلا منقسمين إلى قسمين أو ورديات، فاللي ورديتهم ما توافق صلاة الجمعة يجب عليهم أن يصلوا بالجمعة مع الناس، والذين توافق ورديتهم صلاة الجمعة هؤلاء معذورون، يصلون ظهرا في مكانهم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول ما هو الرد على من يقول إن ولاة الأمور كفار لأنهم يوالون الكفار ويحتج بقوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ويقول إن العلماء لا يفتون بهذا من باب درء المفاسد؟ هل هذا أهل للفتوى حتى ما هو بأهل حتى ننظر في قوله وأدلته؟ ما هو بأهل للفتوى، وما الذي يدريه أن ولاة الأمور يتولون الكفار؟ ما الذي يدري يثبت له هذا أن ولاة الأمور يتولون الكفار؟ عليه أنه يثبت هذه، هذا من المجازفة في القول والفتوى بغير علم والتسرع، لا يجوز هذا الكلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ثم أنه يحكم على العلماء يقول أنهم ما يفتون بهذا من باب درء المفسدة، وش أدراه عن هذا؟ وش أدراه عن العلماء أنهم امتنعوا من الفتوى لأجل كذا وكذا؟ كل هذا من الرجم بالغيب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول هذا رجل يريد أن يشتري سيارات بالتقسيط عن طريق أحد البنوك، وصورة هذه المعاملة أن يكون حسابك لدى هذا البنك ثم تتقدم بطلب شراء ما تريد من السيارات أو غيرها، وهم أي البنك يتعامل مع ثلاثة معارض، فإذا وافق البنك على طلبك فإنك تذهب إلى أحد هذه المعارض الثلاثة وتعين السيارات المطلوبة ثم تقدم فاتورة من المعرض إلى البنك، فيقوم هذا البنك بشراء هذه السيارات ويقدم المشتري وعدا بالشراء وله مدة 15 يوما، يكون هذا الرجل عنده خيار في إتمام البيع أو فسقه، والبنك يقول إنها في ملك، فإذا تم البيع أصبحت السيارات ملكا لهذا الرجل وله أن يبيعها أو يستخدمها، فما حكم هذه المعاملة مع العلم أن مراد الرجل هو الحصول على النقد أي على التورق؟ لا يجوز لأحد لا للبنك ولا لغيره أن يبيع شيئا إلا وهو عنده، فإذا كان عند البنك سيارات أو سلع تشتري منها وهي موجودة عند العقد فلا بأس، أما أنه يروحك المعارض الناس، يروحك للشركات اللي فيها السلع وفيها السيارات، فهذا أمر لا يجوز، هذا بيع ما لا يملكون، وإن قالوا أن هذا وعد بالشراء وإن قالوا له خيار وإن قال كل هذا من باب الدعاية. وإذا كانوا جادين في المعاملة الشرعية فإنهم يحضرون السلع عندهم في محلاتهم، يحضرون السلع وإذا جاءهم واحد يبي يتدين يبيعون عليه، ثم المستدين يلزم أنه يأخذ السلعة، يأخذ السيارة، يأخذ السلعة ويخرجها من مكانهم ويبيعها في السوق ولا يبيعها عليهم، يبيعها في السوق على غيرهم ويستفيد من ثمنها. هذه مسألة التورق المأذون فيها عند جمهور أهل العلم. أما هذا التلاعب وهذه الكلمات المعسولة يريدون بها تستر ما المعاملة التي هم عليها، هذا لا يقبل أبدا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول ما صحة، إذن لابد من أمرين، الأمر الأول أن تكون السلعة التي يريدون أن يبيعوها على الزبائن موجودة عندهم حتى إذا جاء الزبون وجدها شراها منه، الأمر الثاني أن الزبون لازم يخرجها من مكانه ويبيعها في مكان آخر على غيره يستفيد من ثمنه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول ما صحة هذه المقولة الحمد لله على طول الأعمار وكثرة السفر في الآثار؟ أمر سهل بهذا، هذا حمد وشكر، الله يحمد على طول العمر ويحمد على أنه مكن الإنسان من السفر، ويقولون التردد في الآثار، لا مانع من ذلك إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول ما حكم حك الشعر أثناء الإحرام، وهل إذا سقط شيء من الشعر بسبب الحك علي فيه شيء؟ يجوز للمحرم أن يحك الشعر إذا أصابه حكة، يحكه لكن بخفة
ما يشد الحد، بل يحكه برفق وخفة. فإذا سقط شعر بدون اختياره فليس عليه حرج. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك إمام مسجد إذا أقيمت الصلاة وانتهى من الإقامة المؤذن يدعو ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره. السؤال: هل فعله هذا صحيح؟ وما حكم الصلاة خلفه وهو يدعو بصفة دائمة؟ نعم، الصلاة الأذان، الإقامة أذان، الإقامة أذان، فإذا أتى بهذا الذكر بعدها فلا بأس، لكن ما يرفع صوته به، يقوله سرا ولا يرفع صوته به. نعم، ولا بأس بالصلاة خلفه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول في سؤاله وهو غريب: لي جار جاء يسألني عن حكم الزواج بالجنية، عن حكم زواج الجنية بالإنس، لأنه يقول إنها تأتيه دائما جنية وتطلب منه الزواج، علما بأن هذا الرجل محافظ على الصلاة والأذكار، فما هو الحل معها؟ الحل أنه يتزوج إنسية من بنات آدم والحمد لله، ويترك عنه الشيء هذا. نعم، إذا كان عنده رغبة بالزواج، بنات آدم كثيرات يتزوج منه، يتخير يتزوج، وليس له حاجة بالجن، يستعيذ بالله من شرهم ومن ويتركهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هل يجوز له أن يسحب أحدا من الصف الذي أمامه؟ لا، ما يسحب أحد، لكن ينبه، لا بأس أنه ينبه بالكلام، أما السحب لا يجوز، لأنه قد لا يرضى المسحوب، تأخذه من الصف، من الصف الأول تفوت عليه الفضيلة، لكن إذا نبهته وتأخر هو فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ورد كراهية تشبيك الأصابع عند عقد النكاح؟ لا، إنما ورد النهي عن تشبيك الأصابع إذا كان ينتظر الصلاة أو في أثناء الصلاة، لا يشبك أصابعه إذا كان ينتظر الصلاة أو كان في أثناء الصلاة، أما في غير ذلك فلا مانع من تشبيك الأصابع، والنبي صلى الله عليه وسلم فعله بعد الصلاة في المسجد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ويقول في سؤاله الثاني: هل ورد حديث في تقبيل القرآن الكريم، أي تقبيل المصحف، وهل هذا الفعل بدعة؟ لم يرد في ذلك حديث، وإنما يذكر أن بعض الصحابة فعله، فأما الحديث فلم يرد فيه حديث، وترك هذا أولى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا رأيت امرأة متبرجة وتفتن الآخرين، هل أكتفي بالإنكار عليها بإلقاء الكلمات النصح أمامها أو بالقرب منها، أم يتطلب الأمر مني أن أكرر هذا عليها وأخوفها بالله بأن تتستر جيدا؟ وهل من يدعو محاسب على النظرة الثانية؟ من يدعو؟ يدعوها، يعني يحتسب عليها. اجتهد، إذا رأيتها هذا منكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أن تستطيع باللسان تذكرها وتعظها تكرر عليها، طيب، هذا عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستطع فبلسانه. وإذا رأيت منها تمردا وتكرر هذا منها، فبإمكانك أنك تراجع الهيئة ويجون ويشوفون الوضع، لئلا تفتن الناس، يمنعونها من هذا الشيء رجال الحسبة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: علمنا من فضيلتكم تحريم الأناشيد الإسلامية، وقد قمنا بنصح بعض المنشدين فقالوا ليس هناك دليل على تحريمها، وأن الأصل فيها الحل، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أنشد أهل المدينة، وأنه لما خرج إلى غزوة خيبر قال: من يحد لنا، فأرشدونا جزاكم الله خيرا إلى الصواب.
الأناشيد الإسلامية ما هو بالأصل فيها الحل، الأصل فيها التحريم، لأن الأغاني هي من الأغاني، والأصل في الأغاني التحريم. وأما إنشاد الذين اللي ينشد مع الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر ما يسمى بالحداء، حداء الإبل، هذا واحد، ما هم جماعة، ما هم جماعة ينشدون ويترنمون بالنشيد وينغمونه، إنما هو شخص واحد يتقدم الإبل ويحدو فيها علشان تسمع الصوت تسير خلفه، وينشط أيضا المسافرين عن النعاس وعن النوم، واحد شخص واحد، ما هي بأناشيد، وإنما هو حدا، يسمونها الحدا، حدا الإبل. ففرق بين هذا وهذا. وأما أن الصحابة أنشدوا عند قدوم النبي فعلى القائل أنه يثبت هذا، أنهم اجتمعوا وكونوا فرق إنشادية، عليه أن يثبت هذا، عليه أن يثبت هذا الشيء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أنا السائل يقول: ما هو الضابط في إقامة الحجة على من وقع في الكفر، وهل هذا خاص بالعلماء؟ إقامة الحجة أن يبلغ القرآن، يبلغ السنة، هذه إقامة الحجة. من بلغه القرآن فقامت عليه الحجة. أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. من بلغه القرآن قد قامت عليه الحجة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أفطرت يومين من شهر رمضان عمدا ومن الله علي بالتوبة، فماذا يجب علي الآن؟ يجب عليك قضاء اليوم، يجب عليك قضاء اليوم الذي أفطرته مع التوبة إلى الله. وإذا كان حصل منك جماع في نهار رمضان فعليك مع التوبة والقضاء الكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فإنك تصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإنك تطعم 60 مسكينا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: إذا فاتتني صلاة الظهر بحيث أني كنت نائما ولم أستيقظ، هل إذا دخل علي وقت صلاة العصر وأنا لم أصلي الظهر وأقيمت الصلاة في المسجد للعصر، هل أصلي العصر مع الإمام بنية الظهر، أم أصلي الظهر ثم أصلي العصر بعد ذلك؟ لا، تصلي خلف الإمام بنية الظهر، ما يخالف، يجوز صلاة، يجوز أن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، لا بأس بذلك، فتصلي بنية الظهر. فإذا فرغت من صلاة الظهر مع الإمام فإنك تقوم وتصلي العصر، إن وجدت جماعة آخرين صلي معهم، وإلا تصليها وحدك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: يلاحظ في الآونة الأخيرة أن كثيرا من الشباب يستأجرون الاستراحات ليمكثوا فيها ويقضوا أوقاتهم فيها ويشغلوا أوقاتهم خصوصا في رمضان، فما هي نصيحتكم لهم والحالة هذه؟ نصيحتنا لهم أن يتقوا الله عز وجل، وأن لا يستعملوا هذه الاستراحات للمنكرات ومجالس السوء، لا يستعملوها للمنكرات ومجالسة السوء ومخالطة السفهاء فيها. وفي رمضان عليهم أن يحفظوا وقتهم في رمضان للطاعات، صلاة الليل وتلاوة القرآن والجلوس في المساجد، ولا يضيعوا رمضان في الاستراحات والمتنزهات. نعم، لأنه وقت ثمين ووقت قد لا يتكرر عليك مرة ثانية، فلا تضيعه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إننا نسكن في بلاد الكفر ويكثر فيها الخبث، ونسمع من يطعن الطعن الصريح في علماء هذه البلاد، حيث نسمع من يقول عن هيئة كبار العلماء إنها هيئة كبار العملاء، ويتهم علماء هذه البلاد بأنهم أهل مناصب ومداهنة، بل وصل بهم الحال إلى تكفيره وأنهم وارين للطغاة. كيف نواجه هذا الفكر وكيف نرد عليه؟
هذا ما يضر علماء هذه البلاد، هذا الكلام لا يضر الذين قالوا ويرجع عليهم إثمه ووزره، فلا تحسدهم على ما وقعوا فيه من الإثم والشر ولا تحزن عليهم. قالوا في الرسول أكثر من هذا عليه الصلاة والسلام، قالوا ساحر، قالوا مجنون، قالوا معلم، قالوا كذاب، كذاب أشر، وقالوا في الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ما هو غريب أبدا ولا يضر علماء هذه البلاد ولله الحمد، وإنما هذا الكلام يرجع إلى قائله بالإثم والضرر، فلا يحزنك قوله أبدا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل مسح الجسم بالوجه، هل مسح الجسم والوجه باليدين بعد الدعاء مشروع أم أنه بدعة؟ والله ما ورد فيها حديث، بس ما هي صحيحة يعني. بعض العلماء يقول أنها تتعاضد وتدل على مشروعية مسح الوجه بعد الدعاء لكثرتها تتعاضد، وبعض العلماء يقول لا، ما دام أنها غير صحيحة فلا يعمل بها. وعلى كل حال من فعله لا ينكر عليه، ومن تركه لا ينكر عليه، الأمر واسع في هذا، ولا يوجب هذا إحداث عداوة أو إحداث مشادة، هذا من الأمور أقل ما يقال فيها إنه مستحب، والمستحب يجوز تركه ويجوز ويستحب فعله، فلا ينكر على من فعله ولا ينكر على من تركه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل ورد قول سبحان ربي الأعلى وبحمده في السجود، وقول سبحان ربي العظيم وبحمده في الركوع، أعني زيادة وبحمده؟ نعم ورد أنه يقول سبحان ربي العظيم وبحمده ويكرر هذا، ويقول سبحان ربي الأعلى وبحمده ويكرر هذا. الله جل وعلا يقول: فسبح بحمد ربك، سبح بحمد ربك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما حكم ربط اللولب للمرأة التي تتأثر عند الحمل؟ إذا كانت محتاجة إليه وتتضرر من الحمل تضررا بالغا فلا مانع من استعمال اللولب لإزالة الضرر، قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. نعم. أما إذا كانت تستعمله كراهية للحمل هذا لا يجوز، لأن الحمل مطلوب، فلا يجوز لأحد أن يمنع الحمل إلا لضرورة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: أنا طالب في الجامعة وتحين صلاة العشاء ونحن داخل المحاضرة. نعم. يقول: أنا طالب في الجامعة وتحين صلاة العشاء ونحن داخل المحاضرة، ثم نحن جماعة نصليها بعد انقضاء المحاضرة، مع العلم أنه لا يوجد داخل الكلية مسجد بل يوجد مصلى، فهل فعلنا صحيح؟ صلوا الصلاة في وقتها وصلوا في المصلى، هو لازم في مسجد، إذا كان فيه مصلى صلوا فيه وارجعوا للمحاضرة، صلوا الصلاة في وقتها وارجعوا للمحاضرة، ولو بلازم أنه لازم مسجد المصلى يكفي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل عقائد الإباضية مكفرة، ومن صلى خلف إباضي هل يعيد صلاته؟ الإباضية اللي يعرف عنهم القول بخلق القرآن، يقولون قول الجهمية، واللي يقول بخلق القرآن لا تصح الصلاة خلفه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يجوز أخذ سيارة لوالدي واستغلالها بعمل تجاري بمرضاته، أم لا بد من موافقة إخوان الآخرين مع أنهم ما بين متزوج وموظف؟ إذا ما أعطاك إياه تمليك فلا بأس أنك تستعملها، إنما الممنوع التمليك، أنه يعطيك إياها ملك، هذا هو الممنوع، إلا إذا أعطى إخوانك مثلك، الممنوع التمليك. أما أنك تنتفع بها وتستعملها بدون تملك فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هل من السنة السلام على المصلين عند الدخول للمسجد، مع العلم أنهم مشغولون بتلاوة القرآن أو بالصلاة أو بالتسبيح؟ نعم، إذا وصلت إلى الصف تسلم، تسلم على من فيه ولو كانوا يقرؤون القرآن، لأن السلام مشروع ومطلوب،
السلام مطلوب فيه غضب. نعم. أحسن الله إليكم. ويقول في سؤاله الثاني: وهل الأفضل قراءة القرآن أو التسبيح أو الاستغفار بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس؟ الأذكار الموظفة والموقتة بوقت أفضل من تلاوة القرآن في ذلك الوقت، لأن تلاوة القرآن لا تفوت، يقرأها الإنسان في أي وقت. أما الأذكار المؤقتة تفوت، إذا فات وقتها تفوت ويفوت فضلها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. والعمل المفضول قد يكون فاضلا في وقته. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم هذه العبارة أكل الدهر عليه وشرب؟ يعني أنه قديم، معنى هذه العبارة أنه قديم ما فيها شيء، قل هذا الشيء قديم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم إنما الممنوع أنه يقول قتله الدهر أو أهلكه الدهر، هذا هو الممنوع. أما أكل عليه وشرب معناه أنه قديم وأنه مر عليه دهر طويل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما توجيهكم للشباب والشابات الذين ما تزوجوا، لأنه قد كثر العوانس من الشباب والشابات في هذا الوقت؟ نعم. التوجيه أنهم يتزوجوا، يحرصون على الزواج، يتسببون في الزواج، وعلى أولياء أمور النساء والبنات أنهم يبادون بتزويجهن ولا يؤخرون تزويجهن لما في ذلك من المصالح وحفظ الكرامة وحفظ العرض والعفة. فالمبادرة بالزواج للشباب والشابات هذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالحث على المبادرة بالزواج للشباب والشابات. والله جل وعلا يقول: وأنكحوا الأيامى منكم الصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أغلب جماعتي في مجالسهم واجتماعاتهم ومناسباتهم العامة والخاصة يدخنون، وحاولت أن أنصحهم ولكن دون جدوى، هل لنا أن نهجرهم ونبتعد عنهم؟ إذا كان في أجرهم ردع لهم وخجل لهم يتركون الدخان، أو على الأقل